وبشأن تطور العمليات العسكرية وتأثيرها على الوضع الإنساني في مأرب، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب المتخصص في الشأن اليمني عادل الحامدي. أهلا بك سيد عادل. بداية، وكما تعلم، قصف جديد لميليشيا الحوثي يسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين في مأرب. السؤال هنا سيد عادل، هل هذا يعد تحولا تكتيكيا لميليشيا الحوثي بعد أن تلقت ضربات موجعة خلال الأيام الماضية؟ طبعا نحن نعلم بأن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لك ولمشاهديك المحترمين. بالتأكيد ما يجري في مأرب منذ مطلع يناير كانون الثاني يعتبر تحول كبير في طبيعة الصراع في اليمن. ميليشيات الحوثي يتم حصارها بشكل كامل، قوات الجيش اليمني تحقق تقدم ملحوظ في عدد من مديريات محافظة مأرب، وتهديد وربما تصعيد الحوثيين مرة أخرى ضد السكان المدنيين وأيضا ضد القوات الحكومية هو يأتي رد فعل في هذا السياق، وهو تعبير عن حجم الضيق الذي أصبحت تعيشه قوات الحوثيين، وهي الآن تبدو محاصرة أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى طبيعة العداوات التي خلقتها مجددا في صراعها مع دول التحالف العربي، وأعني هنا تحديدا ما جرى من صراع لها مع دولة الإمارات واستهدافها للإمارات، ثم تهديدها بأنها سوف تستهدف أيضا معرض دبي إكسبو، وهي رسالة مهمة أعتقد بأن تداعياتها ستكون وخيمة، وهي محاولة من الحوثيين مرة أخرى لتخفيف من وطأة الضيق الذي أصبحت تعانيه داخل الأراضي اليمنية. سيد عادل، باعتقادكم لماذا تصر ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين؟ الأمر الذي وصفته العديد من المنظمات الحقوقية أنه انتهاك للقانون الدولي والإنساني. أنت تعلم بأنه في الحرب عندما يعني تستهدف العصابات أحيانا المدنيين العزل من أجل بث الرعب والفوضى حتى لا يتم التجاوب مع القوات الحكومية، وبالتالي هذه رسالة من الحوثيين إلى سكان مأرب بأنهم لن يكونوا بمنأى عن صواريخ وهجمات الحوثيين طالما أنهم لم يكونوا على وفاق معها أو أنهم استسلموا أو أنهم بايعوا القوات الحكومية. التقارير الأممية أيها العزيز والتقارير الحقوقية تشير إلى أننا أمام كارثة إنسانية حقيقية، 80% من اليمنيين يعيشون على المساعدات وفق التقارير الأممية، نحو 60% هم في فقر مدقع، وبالتالي فالاستمرار الحرب في حد ذاته لا يعتبر فقط أنه مخالف لكل القوانين، وإنما هو جريمة من الجرائم ضد الإنسانية يمارسها الحوثيون بغية إحداث الرعب ورسائل إلى القوات الأجنبية وتحديدا إلى قوات التحالف. في ظل هذا الوضع الإنساني المتفاقم بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي سيد عادل، الحكومة اليمنية دعت إلى إغاثة 16,000 أسرة في مدينة حريب بمأرب. السؤال هنا، وبحسب تقديراتكم، ما المتاح أمام تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي لإنقاذ اليمنيين من انتهاكات الحوثي؟ المشكلة أن قوات التحالف والداعمة للحكومة لم تعد قوات تحالف داعمة للشرعية في اليمن، وإنما هي أصبحت طرفا في الصراع. نحن نعلم بأن السعودية مستهدفة من جماعة الحوثي، وأيضا الإمارات العربية المتحدة مستهدفة من جماعة الحوثي، وبالتالي القول بأن الحكومة اليمنية المدعومة من هاتين الدولتين وأيضا من المجتمع الدولي بين قوسين يمكنها أن تقدم شيئا ملموسا لليمنيين في ظل أوضاع أمنية مهترئة وصعبة للغاية وفي ظل حرب لا تبقي ولا تذر، أعتقد بأنه سوف يكون من الصعوبة بمكانه، بالتالي فإن البديل والوسائل الأكثر والأكثر تأثيرا في الوضع اليمني هي الحلول السياسية والذهاب أبعد ما يمكن إلى تجنيب أو إلى ترك المجال لليمنيين كي يقتلعوا أضراسهم بأيديهم أو أشواكهم بأيديهم، بدل
أن يتم ذلك نيابة عنهم. لقد أثبتت التجربة الآن منذ العام 2015 إلى يومنا هذا بأن التدخل العربي إلى في اليمن أو التحالف بين قوسين العربي في سيد اليمن. عادل، على سيرة الحلول، على سيرة الحلول السياسية التي جئت على ذكرها، يعني في ظل هذه الأوضاع التي يشهدها اليمن على المستويين العسكري والأمني، تأتي تحركات دبلوماسية مكثفة كما تعلم، وهدفها خفض منسوب الصراع. السؤال هنا، هل لا يزال الحل الدبلوماسي ممكنا في ظل انتهاكات ميليشيا الحوثي المتزايدة؟ تفضل. فسح المجال لليمنيين كي يحقنوا دماءهم وكي يتوجهوا نحو معالجة وربما تضميد جراحات الحرب المستمرة منذ العام 2015. شخصيا أعتقد بأن الحكومة اليمنية إذا كانت جادة في أنها تريد مصلحة اليمن، عليها مرة أخرى أن تصارح اليمنيين بالإمكانيات التي تمتلكها وبحجم التحرك الذي يمكنها من الوصول إلى اليمنيين. من لندن كنت معنا عبر الهاتف الكاتب المتخصص في الشأن اليمني عادل الحامدي، شكرا جزيلا لك.